أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم مدام نور، صاحبة ومؤسسة لانور بيوتي لونج. أهلا مدام. هلا فيك. بداية شكرا جزيلا لتواجدك الجميل معنا اليوم، شرفتين البرنامج. أهلا فيك مدام. ممكن تخبرينا المزيد عنك وعن خبرتك بهالمجال وكيف كانت بداياتك مع الصالون؟ اولا اهلا وسهلا بلانور بيوتي لونج. اسمي نور مكارم، سورية الاصل، خريجة تجارة واقتصاد، مقيمة بدولة الامارات من حوالي 8 سنين، وبلشت هذا المجال من حوالي 5 سنين. فتحنا صالون للسيدات على شارع الشيخ زايد، وبلشنا بال 2018. كانت البدايات صعبة شوي، خاصة انه اجت الكورونا على البدايات يعني. بعدين الحمد لله الامور صارت تمام وان شاء الله الامور احسن. جميل جدا. طيب مدام، ممكن تحكي لنا المزيد عن الخدمات المتوفره حاليا في الصالون؟ نحن نقدم كل الخدمات بما يخص الشعر، من الستايلينج، الهيركات، الصبغات، التريتمنتس للشعر، كل ما يخص الأظافر، من نيل اكستنشنز، هارد جيل، بولي جيل، اكريليك، ماني بيدي، او بالاضافه طبعا للمساج وانواعه كلها، الفيشل، بالانتي ايجينج، ديب كلينسينج فيشل، كل انواع الفيشل، الواكسينج كمان، الايلاش اكستنشن. جميل جدا. طيب في ظل كل هالخدمات اللي ذكرتيها، كيف تميزتي وكيف تميز صالونك بتقديم هذه الخدمات؟ طبعا تميزنا، وبسبب هذا التميز بعدنا مستمرين من خلال جودة الخدمة اللي عم نقدمها بما يتناسب مع آراء الزبائن، وبسبب كمان الأسعار المنافسة والمعقولة اللي عم نطرحها يعني، وأهم شيء كمان مع اتباع الهايجين ستاندرز دائما. رائع جدا. طب مدام، حابين نعرف شو رؤيتك المستقبليه وشو مخططه للصالون؟ ان شاء الله هلا بلشنا بفرع، وان شاء الله خلال 5 سنين الجايين رح نكون منتشرين بجميع الامارات ان شاء الله. اتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق. مدام، من خلال خبرتك الطويله في المجال، شو نصيحتك لاي حد بيحب يقدم استثمار او يفتح عمل داخل الامارات؟ اكيد مثل ما بتعرفوا عن دولة الامارات هي ارض خصبه للفرص وتدعم يعني البزنس كثير، وهي انطلاقه صح لاي بزنس، خاصه يعني السمول بزنس. هي فرصه كثير حلوه انه الواحد يبلش من الامارات. واكيد بهالمناسبه بحب اتشكر دولة الامارات، قياده وشعب. بالاخير بدنا نخبر جميع المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع لانور. اكيد عنا سوشيال ميديا اكاونت، بيقدروا يتواصلوا عن طريقه او عن طريق ارقام التليفونات الموجوده. نحن موجودين باماره دبي على شارع الشيخ زايد بالدوجا تاور، طابق ارضي، وفي عنا بالي باركينج للي بيستصعبوا الوصول. شكرا جزيلا مدام، نورتينا البرنامج، ودائما اتمنى لك التوفيق يا رب. الله يسلمك، مشكورين، رمضان كريم علينا وعليك يا رب. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.